يعني ابن محمد نايم يعني الصاروخ واقف له فجأة فتح الباب فتحت الباب مش طبيعي أول مرة بشوفها كل الباب الحديد أجى على ابن محمد على الصاروخ الشظايا شفت إجر محمد من هون إجر الثنتين وقف أنا مش مطمن له الدم هياته وهي شوفها في اللحمة هياها والصاروخ برقبته وإجرين حاول عالجوهم بس انا بالنسبه لي انا كنت متضايق يعني كان وضعه مش مطمن كان وضعه بجريب خارج جريب تنتين وصاروخ برقبته وخصره والدم ميه على الارض هذا الدليل وشوفها باللحمه هون حتى شوفها بالحديد بالحيطان حتى شوفها باللحمه اياها بالسكر الرقيق طلع فوق هذا في شكله الحديد على طول شفته البطون تكسر كيف شفت جرين ابن محمد من مترين المتر متر ونص شفت الحديد بين جرين ابني انا قلتها الفرش تنزعت الصاروخ صار يسرد طيب عمي دم يعتقلوا واحد بنادي انا مو وصل انا اي شيء هاي مش طريقه انا مش معقوله يعتقلوا واحد يعني يعتقلوه ربطوه بخذوه طب شو اما يمزع الحديد ويضربوه ابن محمد نايم مسالم مش عامل صاروخ واقف وانا بشرح قدام الناس كلها واقف ما عندي شيء وابني نايم ما بدي اقعد اقول للثاني الجرح شوف الباب اجي عليهم شطر اجريها وجع بطني على راسي الدم هياك انا صراحه قادر احكي موقف مش طبيعي يا اب واولاد اخذوهم بالحملات لا مش هو مشي حملوه الاثنين بالحملات اخذوهم بالحملات شوف هي معرفة شو انا بدي اطمن عليك